دونك نجي ان شاء الله على فاطمه الزهراء عليها السلام، القصص عليها كما يقولوا، علاش هكذا باش تعرفوا يعني والصراع والحقائق. شفت كيفاش خويا مصبراتيكو جيت تهضر عندي وكنا عندنا الحقائق كاع الشعب كاع يسمع، بعد كل راه فحب يدير التشيع. شوف واش يقول لك، قال وان ابا بكر رضي الله عنه عنده فقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه، فبعث اليهم عمر، حبوش يبيعوا المقداد، عمر بن ياسر، سلمان الفارسي، طلحه، الزبير، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فابوا ان يخرجوا، فدعا بالحطب وقال والذي نفسي عمر بيده لتخرجن او لاحرقنها على من فيها. فقيل له يا ابا حفص ان فيها فاطمه. شبيك فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولدها الحسن الحسين، الرسول كيما مات عنده كلكو جور برك مليحه. فقال وان، فخرجوا فبايعوا الا عليا. عنده كيفاش؟ قالوا من بعد نحرقوا الدار. زين نجيب لكم هذوما مصادر اهل السنه كامل. شنو راني نقول عندكم كتابات هنايا كي تقول لي انت فادك، تقول لي انت تبرعوا، باش تبرعوا، باش تبرع منهم، حبوا يحرقوا الدار تاع فاطمه الزهراء تاع تسمية قتلوها. هكذايا يقول لك بن حنبل، اه احمد بن حنبل عن اسلم انه حين بويع لابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي والزبير يدخلون على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاورونها ويرتجعون في امرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله والله ما من الخلق أحد أحب إلي من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيما الله ما ذلك بمنعي أن اجتمع هؤلاء النفر عندك، إن آمر بهم أن يحرق عليهم الباب. فلما خرج عمر جاءوها قال تعلمون أن عمر قد جاءني وقد خلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيكم وأيما الله ليمضينا لما حلف عليه. فانصرفوا راشدين فروا رأيهم. هذه باش تشوفوا يعني كيفاش يقول لها حبيت نحرق الدار عليهم. اه حبي يحرق الدار تاع فاطمه الزهراء يا هكذايا، باش تعرفوا يعني كيفاش يقول لك الجوهري من الهيك في جماعه من الناس الى علي وهو في بيت. هذا الجوهري قالها وهو من الثقات لدى أهل السنة، فقال ولما بويع علي أبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من الناس إلى علي وهو في بيت فاطمة عليه السلام. يقول لك فيتشاورون ويتراجعون أمورهم، فخرج عمر حتى دخل على فاطمة وقال يا بنت رسول الله لم يمشوز قدامنا لهيك. ذكر أيضا ندم أبو بكر، فأما الثلاث التي فعلتهن ووددت أني لم أكن فعلتها، فوددت أني لم أكن أكشف بيت فاطمة وتركته ولو أغلق أغلق على حرب. إيوا ندم بعد أبي بكر وكذا، قال لهم بلي وراه حبيت نحرق دار فاطمة الزهراء عليها السلام. والمتحاصي ليلة المتحاصي نهار الأحد إن شاء الله، دونك نعزي كاع خوتي أهل البيت، أتباع أهل البيت، نعزيكم بوفاة فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تحبوا تزعفوا زعفوا يا بات بروبلام، يقول لك علاش نهضروا عليها. على كل حال يقول لك هذه شوف، قال عمر لابي بكر رضي الله عنه ابن قتيبه الامامه والسياسه هذايا تعليق من حرق، وان يقول لك والله والله ان قرابه رسول الله احب الي من قرابتي، وانك لا احب من عائشه ابنتي وكذا، افتراني اعرفك واعرف فضلك وشرفك وامنعك حقك وميراثك من رسول الله، الا اني سمعت ابوك رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقه. هذه من بعد فيها رشاش قالها، هذا حديث احاد هذايا ما قالوه حتى واحد، قالوا غير ابي بكر، حتى صحابي ما قالوا، هذا حديث احاد يقول كاين احد المتواتر. على كل حال بعد استمر بروبلام يقول لهم فقالت ارايتكما ان حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله تعرفونه وتفعلون تفعلان به، نعطيكم حديث على رسول الله تعرفوه وتفعلوا به. قال نعم. فقالت الم تسمع رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. أسمعوا مليح. قال نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فإني أشهد الله وملائكته إنكما أسخطتماني وما أضر أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكنكما إليه. فقال أشكنكما إليه.
فقال أبو بكر: أنا عائد بالله تعالى مني سخطه وسخطك يا فاطمة. بعد يقول لك تقول له وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. عليه السلام قالت له: ندعي لك في كل صلاة نصليها. صافي دير تاكي تقول لي انت تتبرعوا من أبي بكر وعمر. إيه أنا نقول لك الحديث باين. فاطمة الزهراء عليه السلام قالت لهم: ندعي لكم في كاع الصلاة ديالي، وسخطوني وسخط اللي سخطني، سخط الرسول، الرسول يقول لي سخطها سخطني. دوك انا نحب الرسول، نحب ابي بكر، ابي بكر مليح والرسول مليح هكذايا. بصح انا الرسول خير من ابي بكر، بنت الرسول خير من ابي بكر، حبه من حبه وكريهه من كريهه. بنت الرسول صلى الله عليه واله وسلم بضعه مني، اش بكم؟ كيفاش تقولي انت ما نتبرع؟ تسالي نتبرع ولا ما نتبرعش؟ كي تبرع تقولي تسب؟ نو، ماشي شغلك هذايا، سي با تو بروبليم هذايا. كل واحد عنده العقيده ديالو. انت تحب ما تبرعش يا با تو بروبليم ليا انايا. بصح انا كنقول لك فاطمه الزهراء عليها السلام في الكتاب تاعكم، ماشي شي عام يقولوها، وكاين هذا الحديث متواتر في كاع كتب التاريخ، طبري ولا وين حبيت. ندعي لك في كاع صلاه. سبحان الله العلي العظيم. ونزيد نعطيكم صحيح البخاري. هذه في تلقاوه كتاب المغازي في غزوة خيبر، تلقاو هذا الحديث. على كل حال فهدكم من هنا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها. ما صلاش عليها أبو بكر. دونك كاين عداوة بين فاطمة الزهراء عليه السلام بنت النبي و أبي بكر وعمر. هذه صحيح البخاري، صح كتاب بعد كتاب الله. سما لو كنت كتجي تقول لي نقصر معاك في سكايبي، انا باش نقصر معاك؟ لا اسمع، واش من اسمع نقصر معاك انايا؟ قول لي الحين بابك عصمة الأنبياء ولا عصمة الأئمة؟ ماشي الأئمة ماشي معصومين وما كانش الأئمة، ماشي مشكل هذايا. نهضروا على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسكن النبي معصوم ولا لا؟ لا هذا هو. كتقول لي نكسر معك الاصول، انا نطرح لك سؤال قدام كاع لي زانترنوت هنايا، وشنو هو الفرق بين الاصل والفرع؟ اعطيني الجواب باش نعرفوا شنو هو الاصل وشنو هو الفرع. اعطيني لا ديفيرونس بين الاصل والفرع. كتقول لي نكسر على الاصول تاعكم، نكسر على الاصول تاعنا، الاصول تاعكم ونكومباري التوحيد مثلا، ندخلوا في التوحيد. وباش تكسر على الاصول يا حصراه لازمك دابور تعرف شنو هو منطلق الاديان كامل من خلق ادم ونجو حافظين. دونك سافا تري لون، تحب فريمون ديرو اون ريشيرش. ونهضرو الاسلام ماشي غير الاسلام، نهضرو الاسلام باش كاع الانبياء جاوا بالاسلام، من ادم وابراهيم ورواح نوح ورواح كاع جاوا بالاسلام. كيفاش سافا دير؟ نهضرو على الاسلام، منطلق الاسلام من خلق ادم حتى لحدنا اليوم، تم باش نقدروا نفهموا الامامه، نفهموا النبوه، طب نفهموا كاع النبوه وشنو هي والرساله شنو هما والانبياء وكذا، باش نقدروا نلحقوا نفهموا الامامه. إماما ما تفهمهاش من كتاب واحد هكذايا. وكي تهضر انت عندك لي فيديو باغ اكزومبل، علاش قطعت عليك؟ انا كنت تكسر معايا في سكايب يا اخي، كنا نكسروا بالقدر. وعندك وليد عمتك شيعي ولا وليد عمك معك تما في الصحراء، راك تقول له صار شيت، انت السيد تكتب له صار شيت كومونتير في لاباج ديالك وتحب تكسر معايا. كيفاش صار شيت ديجا كضرب معانا قبل ما دير معنا المناظرة في سكايب؟ كيفاش تحب نجي نهضر معاك؟ تهاجم علينا وتضارب معنا ونديرو وحنايا وانتوما وانا نستناو فيكم رحتو فورفي ونعطيكم التيماتوم. مي هذا ماشي اسلوب تاع قصر اخويا العزيز. نو 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 هذا ماشي مستوى سي لادوليسونس. هذا انت جاي تضارب، نتايا ما راكش جاي تقصر، راك جاي تضارب. وانا باش نضارب جي با لطون خويا العزيز، فهمت؟ عندنا بزاف حاجات نديروهم. كتهضر نتايا على شوف الاصول، مازال قال الان الاصول مازال نتعلمو. شوف الاصول، شوف شوف الاصول، شوف هذا سيريا باش تقرا الاصول وشنو هو التوحيد وشنو هو كذا وشنو هو كذا. إيه لازمك تنوض بكري، ماكش تقرا عندك، تروح الانترنت سيت تاع الوهابيه تنقل واش يقولوا علينا وتحطهم بدون ما تفهم. هذه هي المونتاليتي تاعك. كيما تجيب الفتاوي تاع سمحوا لي اسمع وبليش نقول له الهضره هذه باسكو هو جبدها كيما يقولوا الدوبور، المراه تاعك من الدوبور، من بعد جبد حديث تقول سلف الجاريه تاعك لواحد الفارج تاعها. مي شكون تي ان بيرفير انت تهضر على واش عارف تهضر غير لا سيكسواليتي هذا واش كاين في الدين؟ هادو فروع. ميم لو كان غلط سيس ثاني ولا غلط تقول اقرا الكتب تاعك شوف واش يقولوا على ايتيال المراه من الدبر بعد روح تهضر. نقدر ندخل لك في هذا السوجي بصعيب،
كاين نساء راهم يسمعوا سبيك، حنا رانا رجال نحشموا على عرضنا، ما نجيش انا قدام الملاه دي مليون الناس تشوف نجي نهضر على حاجه كيما هادية ولا عيب عيب. خلاص لك الدين هذا واش عندك في الدين باش تهضر؟ هضروا تاريخ اصول الدين، هضروا هاد الشيء هذايا النبي شكون هو صلى الله عليه وسلم، هذا واش نهضروا على الدين؟ ماشي تجبد لي حاجات خماج كما يقولوا، تحب ندخلوا في سجن تاع خماج كيفاش دير مع المرض ديالك؟ الله اكبر، وتحوس تقصر انت وتحوس تهضر على الدين، لا حول ولا قوه الا بالله. دونك انايا الناس كيما انت ما نهضرش معاهم، ريبوندي قلنا العصمه تاع الانبياء واعطينا الاحاديث هذوما واش تقول فيهم انت؟ النبي ياكل ماشي مذبوح لاخر يوري له، ينسى في الصلاه غير شويه مديت لكم بركه، هذا ما كان يحب يقتل روحه. ومن بعد كي تفيق لهذا الشيء نهار تقول لي انت هذا الشيء ما تعرفش به، قول لهم ارمي الكتب تاع كاع هذوما وروح نعلمك واش هو الدين الحقيقي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم كاع الناس اللي يتبعوا فينا ولا راهم يشوفوا ولا راهم يسمعوا ولا راهم يتحاوروا معايا في النقاب، كاين بزاف اللي يتحاوروا معايا في النقاب بلي ميساج بلي كومونتير في سكايبي. بارك الله فيكم ناس مربين والحمد لله، كل واحد يحترم الاخر في العقيده تاعو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.